إطار مواجهة القوات المسلحة لمافيا التهريب الجمركي ببورسعيد، انطلقت فرقة من القوات المسلحة ببورسعيد مساء الجمعة حينما وردت معلومات لقائد القوات بوجود مخزن بعد منفذ المدينة بمنطقة الجناين يحتوي على بضائع مهربة ويتم تسليمها في هذا المكان ليلا على الفور. توجهت فرقة من القوات المسلحة ببورسعيد إلى مكان المخزن وضبطت عدد كبير من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية تقدر بحوالي 2 مليون جنيه. وعلى الفور اتصل قائد قوات التأمين بجهاز الطوارئ بمحافظة بورسعيد وتم إرسال عدد 4 سيارات نقل كبيرة إلى مكان المخزن وتم ملء 3 منهم تبلغ سعة الواحدة 20 طن، وتم وضع البضائع أمام محافظة بورسعيد لحين دفع الغرامات ثم تسليم البضائع للتجار مرة أخرى داخل بورسعيد. استعانة بالمعدات وتم الخروج على الفور مع القوات المسلحة، عدد 4 عربيات، حمولة العربية 20 طن، 3 عربيات تم تحملهم بمقام
60 طن. العربيات دي هتتحرك لفين بعد ما تم احراز؟ هتروح في حمايه القوات المسلحه لديوان عام المحافظه، وبعدين يتم ايه الاجراءات ايه مع الجمارك وكده. رضا عبد الحليم شمس، سائق في جهاز الانقاذ والطوارئ اللي يرقصه الباشمهندس حسني زعلوب. استجبت ازاي هو حضرتك اللي اتصل بيا الرئيس بتاع المباشر اللي هو الاستاذ سعيد، اتصل بيا قال لي تعالى في ماموريه نطلع بيها دلوقتي. نزلت على طول حضرتك استجابه على طول، لان طبعا الامر ده ده خير بلدنا وبيتهرب وبيطلع، فاحنا طبعا يعني بنطالب الدوله كلها ان هي تقف جنبنا في ان احنا نحمي بلدنا من التهريب، ونحمي بلدنا من السلع بيروح مننا وخيرها بيروح مننا. فده كان طبعا لازم استجيب ولازم انزل، لان طبعا ده ولو كلنا عملنا كده يبقى ان شاء الله هنطلع ببلدنا من تاني وهننقذ مصر من جديد. القوات المسلحه، احنا من غير القوات المسلحه اصلا لا ننفع لنروح ولا ننفع نيجي بامانه. يعني القوات المسلحه دي عنصر في البلد، يكفي ان هي انقذتنا من حاجات يعني من بلاوي كتيره. القوات المسلحه احنا من غيرنا ولا بتعرفه، من غير القوات المسلحه احنا كان البلد راحت. انت ازاي؟ لما كنا قوات المسلحه معانا ما كناش احنا بقينا كده. بتاعت اجراءات قانونيه لكل ما عادش في حد بيستلم حاجه خلاص. احنا بقينا دلوقتي بنطبق ماده اسمها 121، اي حاجه بتتمسك بتتصاد. احنا كل اللي احنا بناخده بنروح نسلمها مذكره للكل، هم بقى يعملوا اجراءات، يصدروها يطلعوها يصلحوا.